هو أيضا الحكيم، هو رب الأسرة المصرية، هو القائد الفارس النبيل الذي درب وعلم ومنح هذا البلد الكثير والكثير، والحمد لله رب العالمين. أنا أتوجه إلى محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بخالص العزاء، وأقول له إننا جميعا نشاركك في حزنك. لا نستطيع إطلاقا أن نقول للإنسان لا تحزن، إنما نستطيع أن نقول له حول هذا الحزن كما عودتنا في نفسك، كما عودتنا في حياتك وتاريخك، إلى طاقة، طاقة من الحب، طاقة من العطاء، طاقة من العمل، كما كان وعبر التاريخ العلماء والحكماء والآباء والرواد وأنت منهم. الآن يسموها هذه جمعة الوفاء في مصطفى محمود، يريدون أن يتوجوا بطل الحرب والسلام، يريدون أن يتوجوا الحاكم الشرعي، يريد بطل الحرب والسلام، يريدون أن يتوجوا الحاكم الشرعي، يريدون أن يقفوا مع الدستور، يريدون أن يقفوا مع الاستقرار. كفانا خسارة وكفانا بلاء.